مساء الخير يا شباب. النهارده الاخ اسامه طالب موضوع ان احنا نعمله له كشرح فيديو، وتم التسجيل ان شاء الله، وبجهز الفيديوهات وهرفعها ان شاء الله على القناه الجديده بدايه من ربع ساعه كمان ولا حاجه. الفكره ان هو عاوز عنده شاشه المستخدمين، عايز لما كل مستخدم يدخل البرنامج عايز يعرف مين المستخدمين الحاضرين دلوقتي او المسجلين دلوقتي على البرنامج، تمام؟ وكذلك عايز يعمل رسائل ما بين المستخدمين داخل البرنامج، طبعا بتتأرشف داخل البرنامج بتاعه. الحاجات دي تم تسجيلها في فيديو، وفي مش فيديو واحد، هم ممكن يبقوا 8 فيديوهات، تمام؟ وان شاء الله نبدأ ننشرهم كمان نص ساعة كده على القناة الجديدة ان شاء الله. فأتمنى المشاهدة على القناة، وطبعا لايك وشير واشتراك في القناة عشان نحاول ان شاء الله قريب جدا نكون فاعلين القناة. سهرة سعيدة ان شاء الله.